قتل وتشريد واستغلال جنسي وضحايا ألغام، غيظ من فيض ما تتعرض المرأة اليمنية له خلال الحرب. كيف تضاعفت مأساة المرأة اليمنية؟ هل هي معززة مكرمة في مجتمعها يا ترى؟ أهلا بكم. أسهمت الحرب الدائرة في اليمن منذ 5 سنوات بانهيار المنظومة الاجتماعية والاقتصادية إلى مستوى بعيد، لكن المرأة اليمنية كانت أكبر من يدفع ضريبة هذا الوضع بحسب كثيرين. مقتل عشرات الآلاف في الحرب الدائرة منذ 5 سنوات تخفي خلفها معاناة عشرات الآلاف من النساء التي وجدن أنفسهن في مواجهة متطلبات لقمة العيش لهن ولأولادهن. انهيار منظومة الدولة في البلد سهل من مسألة ارتكاب الانتهاكات ضد النساء، إذ تفيد الأرقام أن ميليشيا الحوثي وحدها ارتكبت قرابة 40,000 انتهاك ضد النساء في مناطق سيطرتها. بحسب مختصين، فإن ما يزيد الوضع تعقيدا هو منظومة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تضع المرأة في موضع الاتهام ابتداء، إذ يتعامل معها البعض ككائن من درجة أخرى سواء في الحقوق أو الواجبات. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نسلط الضوء على ما تعانيه المرأة اليمنية مع الحرب والعوامل الأخرى التي فاقمت هذه المعاناة وأسباب غياب الصوت الرسمي والمدني إزاءها. لا شيء هنا يمكنه ترجمة ما وصلت إليه المرأة في اليمن، رغم ما تتناقله التقارير عن واقع مرير، لكن واقعهن يظل أكثر قتامة. المشاكل والانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في اليمن تعرضت للانتهاكات، مما أدى إلى تعدي الانتهاكات للقسيمة الستة، وهي العنف والتميز والإقصاء والتهميش والضرب والإهانة والانتهاكات والاستغلال والإتجار والاعتداء الجنسي والتهجير. تدفع المرأة اليمنية الفاتورة الأعلى كلفة في الحرب في ظل ما تتعرض له من انتهاكات جسيمة خلال فترة الحرب على يد مسلحي ميليشيات الحوثي. انتهاكات جسيمة ضد النساء تمثلت في القتل والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف، تضيق سبل النجاة باليمنيين يوما بعد آخر، لكن اليمنيات يقفن في واجهة المأساة. مؤخرا كشف تقرير عن تعرض 35 فتاة وطالبة للاختطاف في صنعاء، فيما تصاعدت وتيرة اختطاف الفتيات بصورة غير مسبوقة في اليمن، ناهيك عما أكدته منظمات عن توثيق أكثر من 40,000 حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون ضد المرأة خلال سنوات الحرب. يجب حماية المرأة في ظل الحرب باتخاذ التدابير المتخذة في حقوق الإنسان وفي برامج المادة التي تنص على حقوق المرأة والطفل التي وصادقت عليها اليمن في اتفاقية جنيف، التي نصت عليها المادة من ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم تناقشها في مصفوفة النساء في اليمن. تقف بحزنها أمام المعتقلات تبحث عن مفقوديها في الأقبية والمعتقلات، ملشنة النساء من قبل الحوثيين، زاوية أخرى من الاعتداء على إنسانية المرأة وكرامتها ودفعها لتكون مصدرا للعنف الذي يطال النساء الأخريات. تتحدث مصادر متعددة عن أكثر من 4,000 امرأة تم تجنيدهن لمداهمة واقتحام المنازل واختطاف الطالبات والناشطات. ستنتهي الحرب، لكنها ستترك ندوبا غائرة في جسد المجتمع اليمني، فيما تظل فصولها مرسومة على أطراف النساء، شاهدة على بشاعة الحرب وتاريخ من حزنهن الطويل. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن تنضم إلينا هنا في الاستوديو منسقة منصة بلقيس رأيت السيدة هناء صالح. أهلا بك سيدة صالح. أهلا وسهلا. إذا فيما يتعلق بأن قمتم قبل يومين تقريبا بوقفة احتجاجية في سياق الحديث عن المرأة والسلام والأمن، لماذا خصصتم الحديث عن معاناة المرأة بالذات؟ طب لماذا يعني نتكلم الآن
عن معاناة المرأة في الحرب، ولماذا نتكلم دائما عن معاناة المرأة في الحرب، ولماذا نتكلم دائما عن المرأة؟ لأن المرأة هي من تدفع الثمن أضعافا مضاعفة. ولماذا المرأة اليمنية هي الأكثر أو الأكثر تضررا من الحروب في العالم، وهي تسكن في المكان الأسوأ على الإطلاق حسب تقرير الأمنستي العفو الدولية. تحدثت أن اليمن هو المكان الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للنساء. صحيح هذا الكلام، لأنه إضافة إلى الظلم الذي عانته خلال الفترات السابقة، أتت ميليشيات الحوثي لكي تزيد الطين بلة، وخاصة أنها تقوم بحركات استباقية تضع فيها المرأة اليمنية، لعلمها تماما بأن المرأة اليمنية عندها القدرة تماما على خوض غمار السياسة والثورة والمجال الحقوقي بامتياز، وهذا ما أثبتته ثورات 2011. والحوثيين كانوا حاضرين داخل هذه الثورة، يقيمون ويرون ويكتبون كل هذه التفاصيل. إذن لكي نستطيع أن نحجم دور المرأة اليمنية في مناهضة الانقلاب الحوثي وفي المطالبة بالحقوق والحريات والمطالبة بدولة الدولة المدنية الحديثة، يجب تحجيم المرأة. وكيف ممكن أن نحجم المرأة بالإضافة إلى أنه تبعات الحرب من الفقر والظلم والتفاصيل الأخرى؟ هناك نقطة حساسة استطاع الحوثي أن يلعب عليها، وكل فترة يزيد في هذا في 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 التغور في هذه الفكرة، وهي فكرة إنه احنا نلعب على وتر الشرف والعادات والتقاليد والدين. فالمرأة يجب أن لا تختلط بالرجال، المرأة يجب أن تكون لها لا تلبس إلا اللبس الذي تقرره ميليشيات الحوثي، المرأة لا تعمل إلا في الأمور التي يريدها الحوثي، المرأة في مناطق سيطرة الحوثي ليس لديها أدنى حقوق إلا ما تقرره ميليشيات الحوثي. وطبعا الموضوع ليس سيان بالنسبة لكل النساء، هناك النساء التي تعارض الحوثي شكل آخر، النساء التي تسكت شكل آخر، النساء اللي مع الحوثي هؤلاء يتمتعن بكل المزايا يعني. والدليل أنه الناشطات اللي محسوبات على الحوثي في أمريكا، في لبنان، في كثير من الدول، لا يتم المساس بهن في التلفزيونات المحلية التابعة للحوثيين، بينما يتم النيل من الناشطات اللي يعارضوا الحوثيين، وهذا واضح تماما. هذه ليست دعوة ان احنا نقول انه ليش انتم ما تتعرضوا لهن. التعرض للمرأة شيء خطأ ايا كانت هذه المرأة، يعني هذا يدل على افلاس الرجل او افلاس النخبة السياسية التي تتعرض للنساء. فكرة انه انا عشان استطيع انه اضرب المراه في مقتل اني اتكلم عن شرفها، هذه مدرسه الحرس الثوري الايراني، التي انا ادعو الجميع الى القراءه عن تجربه الناشطات الايرانيات اللي فعلا وقفوا ضد الحرس الثوري الايراني اللي بدا ينتهك من 79 الى الان، وهو ينتهك من كرامه الايرانيات المناهضات لحكم الملالي في ايران. هذه المدرسه تطبق تماما حرفيا داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. وهذا يعني ينقلنا إلى السؤال الآخر أو الأبرز، ما هو الذي تتعرض له المرأة اليمنية في هذه الحرب؟ نعم، في هذه الحرب تتعرض له مثل ما يتعرض له الرجل، ولكن مثل ما أخبرتك أضعاف مضاعفة، في أنه لا هناك عيب يمس الرجل في اليمن، ولكن هناك 100,000 عيب ممكن يمس المرأة. فأي امرأة تتجرأ بنقد الحوثي في أي مكان كان، هناك مصيران لها، إما أن يتم اعتقالها إذا كانت تعمل في أي مكان أو تدرس في أي مكان، يأخذوها ثم يقوموا بسجنها، ولكي يتم هذا الجريمة بسلاسة، وكي يسكتوا المجتمع ويسكتوا الأسرة، يلصقوا بها تهمة الدعارة، وهذا حصل وموجود وموثقة كل هذه الانتهاكات.
فبالتالي ليس لدى الأسرة أو المجتمع إلا أنهم يسكتوا أزاء هذه الانتهاكات، أو أنهم يقوموا بدفع فدية كبيرة تصل إلى 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 ملايين الريالات يعني. فهذا أحد المصائر التي ممكن تصل إليها المرأة، أو أنه يقوم باختطاف أحد من الأسرة لكي يسكتوا هذه الأسرة، أو عقابا لهم أنهم تجرؤوا فقط في انتقاد الوضع داخل مناطق الميليشيات الحوثي، ويتم الإيغال في سب وقذف هذه الأسرة حتى يكونوا عبرة للآخرين لكي لا أحد يتحدث. الآن اللعب على وتر الشرف والأدب والدين يمشي على وتيرة عالية جدا، وللأسف هم يعرفوا تماما أنه هذا نقطة ضعف اليمنيين. ما أن تبدأ التلفزيونات الحوثية تتكلم عن موضوع الشرف والعادات والتقاليد والأدب، وإحنا اليمنيين مش كذا ومش عارف إيش، حتى اليمنيين يبدأوا بالخوف وفعلا يعني يستسلموا لكل هذه التفاصيل، يوصلوا إلى هذه المرحلة خلاص. إهانة كاملة للأسر، ممكن بحيث أنه لا تفكر أي أسرة أنها أو أي ناشط أو أي ناشطة في الانتقاد الحوثي، لأنه سيتم تماما تشويه هذه الأسرة والصاق بها التهم، وتصل إلى أنهم يحرروا شهادات وشهود عيان بأنه رأيناهم عملوا وسووا كذا وكذا وعمل ملفات يعني. الحوثي ينكر هذا الموضوع ويقول أخرجهم لنا، فين هذه الناشطات المسجونات يعني، فين يعني. أدعو أنهم يفتحوا المجال للصحفيين ليسوا مدعومين من الحوثيين لزيارة السجن المركزي في صنعاء وسجون البحث الجنائي وسجون أقسام الشرطة وبعض الفلل المستأجرة لكي يعتقلوا فيها بعض النساء، يدهم للصحافة وسوف هي من تقرر هل هناك أم لا. الآن أنه إحنا نعرف نطلع أسماء، لا ما نقدرش، لأنه مستحيل في ظل هذا الوضع أنه في أسرة ممكن تقول أنه أنا فعلا بنتي تعرضت للخطف وأنا أخرجتها بفدية 500,000 أو مليون ريال يمني. هذا الموضوع شيء صعب ومستحيل. الحوثي يعرف تماما ماذا يعمل، الحوثي يعرف تماما مدى خطورة المرأة اليمنية، لأن لها من القدرة على مناهضة هذه الميليشيات. المرأة اليمنية لا تخاف هذه الميليشيات، ولكن عرفوا تماما كيف يقوموا بتخويف المرأة عبر موضوع الشرف والدين. طيب دعينا نشارك معنا في الحوار سيدة صالح. السيد لبيب ناشر، الناشط الحقوقي والسياسي الذي ينضم لنا عبر سكايب من نيويورك، ورحب بك سيد ناشر. إذن يعني هل ترى من وجهة نظرك بالفعل أن المرأة في ظل هذه الحرب تتعرض لظلم أكبر في مجتمعنا اليمني؟ أولا السلام عليكم، أنا أقدم تحية للمرأة اليمنية بشكل عام وبشكل خاص للنساء المظلومات في ظل سلطة الأمر الواقع، سلطة الجائحة الحوثية في صنعاء والمناطق التي تقع تحت حكم هذه الجماعة. وأحيي الضيفة الكريمة. واضح جدا أنه منذ 2014 ما تعرضت له المرأة اليمنية من وجوه مختلفة في الظلم. أنت تتحدث عن تعرض المرأة اليمنية لأنواع متعددة من العنف. أولا تموت المرأة اليمنية بفعل القصف المدفعي الشبه يومي من قبل الجماعة الحوثية على المناطق السكنية ومناطق خطوط النار والمناطق المدنية العشوائية. تموت المرأة اليمنية يوميا نسمع عن حكايات جديدة لفتيات ونساء بترت أطرافهن بسبب الألغام التي زرعها الحوثيين في مناطق النزاع، والتي للأسف إلى الآن لم يطالبهم أحد بإحضار الخرائط لتجنب هؤلاء النسوة أو المدنيين بشكل عام تبعات تلك الألغام. ثانيا أنت تتحدث عن الجرائم التي هي بدوافع السياسية، اجتياحات، اقتحامات المنازل، اعتقالات، تعذيب في السجون، آخرهم الأخت الناشطة حنان المنتصر الذي اعتقلت مؤخرا في الحديدة وهي الآن محتجزة في إحدى مقرات الأحزاب الذي تم اجتياحها أو الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي.
أنت تتحدث أيضا عن العنف ضد المرأة بشكل عام في الجوانب الجنائية. هناك نساء تم اعتقالهن فقط لأنهن يريدن الدفاع عن أزواجهن. المعتقلين قد يكونوا إلى الآن لم يثبت عليهم شيء بدوافع جنائية، مثل زوجة المواطن اليمني الأمريكي شايف الحدائي في مدينة إب، والذي اعتقلت زوجته لأنها تابع بعضة المحاكم وما تزال إلى الآن وهي معتقلة وطفلها معتقل. أنت تتحدث عن العنف الذي تتعرض له المرأة في ظل سلطة الأمر الواقع الحالية على مستوى الأسرة الواحدة أو على مستوى المجتمع. هناك هدى الشرقبي الذي قتلت في يوم 8 شوال على يد زوجها علي الثقاف، وإلى الآن ما تزال القضية معلقة. علي الثقاف الذي يتصل بأم الضحية من داخل السجن تلفونه الخاص، يهدد أم الضحية بأنها ستكون هي على حبل المشنقة بدلا عنه، أنه هو من بيت الثقاف. أنت تتحدث عن تزويج القاصرات في سن 9 سنوات الذي تسمح به سلطة الأمر الواقع في صنعاء دون رادع. هذه كلها جرائم عنف تتعرض لها المرأة في ظل سيطرة الجائحة الحوثية. طيب، بعد هذا الاستعراض لهذه الأنواع من الجرائم، لكن السؤال يعني يطرح نفسه في سياق الحديث على أن البلد في وضع حرب في نهاية المطاف، هل المرأة تعاني بشكل أكبر من الرجال في ظل هذه الحرب؟ هل هناك تمييز مبني على أساس الجنس في سياق تعامل أطراف الحرب ضد النساء أم لا من وجهة نظرك؟ بالتأكيد بالتأكيد. ما مظاهره إذن؟ دوليا أي حكم ثيوقراطي، الحكم الثيوقراطي هو الحكم المبني على أساس ديني بحت، وما سلطة الأمر الواقع في داخل صنعاء هي تكرس هذا النوع من الأنظمة السياسية، حكم ثيوقراطي بامتياز. هذه الأنظمة تعتبر المرأة ملحق في المجتمع وليس شريك، تعتبر المرأة أداة في المجتمع وليس شريك، مكانها في البيت أو كما فعلت السلطة الحوثية تستخدمها كأداة لقمع النسوة الأخريات عندما شكلت الكتائب الزينبية. بالتأكيد أخي، المرأة اليمنية في داخل مجتمعها تتعرض حاليا في زمن الحرب، وأنا أنا أنا لا أنزه، ويجب أن أسجل هذه النقطة، أنا لا أنزه المناطق التي تقع تحت سلطة الشرعية، ولكن ما يحصل في المناطق تحت سلطة الحوثي هو أسوأ بكثير. نعم، المرأة اليمنية تتعرض للتمييز في كافة أوجه التعامل، كان السياسي. ما هي مظاهر هذا التمييز سيد ناشر؟ لأن هناك الحديث كثيرا على أنه في نهاية المطاف الرجل يقتل، في يعني إذا ما أتي بإحصاءات حول طبيعة من يقتل في نهاية المطاف في هذه الحرب، حتى حالات الاغتصاب حدثت لسجناء من الرجال في مناطق، فما هي مسألة التمييز خلال هذه الحرب حتى يكون المشاهدين على بينة في هذا السياق؟ الرجل إذا قتل في الجبهة فلأنه مقاتل، هذا أمر طبيعي، يعني عندما يذهب الرجل إلى الجبهة ليقاتل هو يتوقع أن يقتل، عندما يعتقل وهو يقاتل هو يتوقع أن يحصل له أي شيء في داخل المعتقل. لكن المرأة لم تحمل السلاح وتقاتل، حتى وإن حملت السلاح وقاتلت هي محمية بالاتفاقيات الدولية وبالشرائع الدينية الذي يدعي الحوثي أنه يحكم من خلالها. المرأة مخلوق ضعيف في الأخير أخي الكريم من كبنية جسدية، لذلك جميع القوانين الوضعية والسماوية قامت على حماية هذا المخلوق الذي يفترض به أن يكون شريك في المجتمع، شريك فاعل. حاول المجتمع اليمني على فكرة والسلطة اليمنية ما بين 2011 إلى 2014 من خلال مؤتمر الحوار العام أن يضع للمرأة اليمنية كافة الحقوق على أمل أن يكون هناك تقليص للفجوة ما بين الجنسين في المستقبل، ولكن عندما جاءت الجائحة الحوثية سحقت كل تلك الآمال للمرأة. إلى الآن على مستوى، فلنتحدث على مستوى العمل، الآن جميع المناصب توزع في داخل صنعاء والمناطق المسيطرة عليها من قبل الحوثيين للرجال، تستبعد منها النساء. كما أخبرتك الحوثيين يستخدموا النساء فقط كأداة قمع ضد بقية النسوة في داخل صنعاء. إلى الآن أكبر مجال للتوظيف في داخل صنعاء للنساء هو التجنيد مع كتائب الزينبيات، فأليس هذا تمييز؟
أن تضع المرأة فقط كأداة قمع وسجانة وأداة لتعذيب أختها المرأة، أليس هذا تحقير لمقدار المرأة؟ دعني أنقل هذه النقاط إلى السيدة هناء صالح، ما رأيك يا سيدة هناء فيما يطرحه السيدة بيم ناشر؟ صحيح، وهذا يؤكد الكلام اللي بنقوله بأنه هناك استنساخ كامل لتجربة الحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري الإيراني قام بعمل كتائب نسائية له، نفس الشيء موجودة عندنا كتائب الزينبيات، نفس الأمور تكون حرفيا يعني حتى أدوارهن يعني نفس الشيء، نفس أدوار الزينبيات. يعني الزينبيات الآن يدخلوا إلى كافة المجالس خاصة في المناسبات الاجتماعية، سواء كان عرس أو أولاد أو وفاة أو أي شيء، ويقوموا بترديد الصرخة اللي وإجبار الجميع على تدريد الصرخة، وأيضا عمل تقارير الداخلية من النساء اللي مع من النساء اللي ضد، وعلى هذا الأساس بيتم رفع هذه التقارير. بالإضافة إلى أنه أيضا أعمل الكتائب الزينبيات أيضا معروف، وإحنا شاهدنا في قمع المظاهرات النساء اللي قامت بها نساء حزب المؤتمر الشعبي العام، وقاموا بوصفهم بأقلع الألفاظ. بالمناسبة مؤتمر الشعب العام ونساء مؤتمر الشعب العام اللي قاموا أيضا بسب وشتم الناشطات في عام 2011، وسبهم بأقلع الألفاظ والثائرات في عام 2011 يعني. ولكننا نحن الآن نقول أنه لن نرضى لا للحزب المؤتمر الشعبي العام ولا لنساء الحوثي ولا لأي نساء بأن يتم استهدافهم من باب الشرف والأخلاق. يعني النساء المرأة اليمنية مكرمة وهي مصانة، المجتمع اليمني يجب أن يقف عند هذه النقطة ولا يسمح أبدا بامتهان المرأة اليمنية. لكن عندما تتحدثون يعني يتحدث السيد ناشر على أن المرأة كائن ضعيف في نهاية المطاف، لذلك كل القوانين إلى آخره، وأيضا أنت تقولين أن المرأة مصانة في, 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 في اليمن المفترض، لكن هذا يعني أن الرجل غير مصان، يعني هذا يفترض جدلا أن الرجل غير، هل هو الإنسان هو المصان في اليمن أم لا؟ يعني أنا أقول أن هذا التمييز قد يكون من قبلكم. لا لا، الفكرة مش تمييز، الفكرة أنه الرجل لا يتم استهدافه من باب الشرف. الرجل وفق المفاهيم اليمنية العتيقة أنه حامل شرفه، بينما المرأة لا. يعني فأنا بقول لك أنه الآن يتم استهداف المرأة من حيث لا يستهدف الرجل، الرجل لا يتم استهداف شرفه، مع أنه هناك كثير من الانتهاكات اللي بتحدث من ميليشيات الحوثي التي تدعي الأخلاق وصيانة الشرف اليمني، بينما في عهدي انتشرت شبكات الدعارة أكثر من كما لم يحدث في تاريخ اليمن. يعني كانت هناك شبكات دعارة محدودة بأشخاص في الجيش، الآن أصبحت برعاية مشرفين حوثيين، ومعروف هذا الكلام، واللي ساكن صنعاء يعرفوا هذا الكلام. حكاية ادعاء أنه نحن نصون الشرف وما نبينش مفاتن المرأة والرباط البالطو وهذا التفاصيل اللي بيخوف المجتمع فيها، هذه جملة من السخافات أصبحوا يعني فعلا هذه ما يسمى بقطرنة المجتمع، أن إحنا نوصل لهذا المرأة. من خول الحوثي بأنه يتحدث باسم النساء اليمنيات؟ من خوله أن يحكم عليهن ماذا يأكلن وماذا يشربن وماذا يلبسن؟ هو يتحدث باسم الجميع في نهاية المطاف، هو يتحدث باسم الإنسان اليمني، باسم النساء والرجال في اليمن. نحن نقول يعني لماذا تقول أن هناك تمييز؟ أنا أقول لك مرة أخرى، يتم لوي ذراع المجتمع ولوي ذراع الأسر عبر استهداف النساء، كل ما في الأمر هذا. واحد. اثنين، استهداف الناشطات اللي يحاولوا انه يقاوموا الحوثي باعمال مدنيه، باعمال اعلاميه، بالطرق السلميه يقومهم بهذا العمل. ثلاثه، يقوموا بتغطيه جرائمهم عبر حكايه انه احنا حراس الفضيله داخل اليمن، فانتم ليش زعلانين ان احنا حراس الفضيله؟ هذه عبارة عن تعتيم، بينما أنه يا حراس الفضيلة أنتم من ترعون شبكات الدعارة داخل اليمن، أنتم من أوصلتوا اليمنيات إلى هذا المستوى من الفقر ومن الجهل، أنتم من تسكتون عن ناشطاتكم اللي وفق ما اتهامكم لبعض الناشطات الأخريات بأنهم يخرجوا ومش عارف كيف بيلبسوا ومش عارف كيف بيتفسخوا، بينما أنتم لا تنتقدوا ناشطاتكم لتتحدث بأسماءكم، بينما هن أكثر وفق معاييركم الغير معقولة والغير، يعني أنا لا أريد أن أقول السخيفة والغبية، بينما
إنما هي أكثر من هذه الألفاظ. وفق معاييركم هن أكثر تفتحا وأكثر انفتاحا، يعني في المحافل الدولية اللي بيتكلموا في أحسن أحوال بيسكتوا عن جرائمكم، لكن أي امرأة أخرى تتحدث عنكم يقوموا تماما، يعرفوا تماما كيف يستطيعوا أن ينالوا منها ومن أسرتها. هل فقط ميليشيا الحوثي من يقوم بذلك؟ لا، ميليشيات الإمارات أيضا تعمل ذلك، ولكن أنا أقول إنه في داخل المناطق التي تحكمها ميليشيات الحوثي الموضوع أصبح أكثر الآن، وكل فترة يقوموا باختطاف نساء من داخل معاهد تعليم اللغة الإنجليزية، من داخل المدارس، من أحيان تكون هي في الطريق، يعني يعرفوا تماما، يستهدفوا بالأسماء يعني. فأنا أقول الميليشيات فعلا اختلفت في كل شيء، سواء كانت ميليشيات الإمارات والسعودية أو ميليشيات الحوثي، اختلفوا في كل شيء واتفقوا فعلا ضد المرأة، حتى من المنطلق الديني. عندما كان يتم الحديث عن أنه المجتمع اليمني أصبح يدين بمذهب الوهابية وهذه الأمور كلها يعني، ونحن نقاتل الدواعش وما إلى ذلك، أنا أقول وأدعو إلى اليمني إلى التفكير، ماذا فرق الدواعش والوهابية عن الزيدية؟ ماذا يقول عن الزيدية أو الشيعية داخل اليمن في التعامل مع المرأة؟ لا فرق، نفس ما قامت به طالبان، نفس ما قامت به القاعدة وداعش، هو بالضبط تماما ما يتم عمله مع المرأة. اللهم إن الحوثي يتستر بستار المجتمع اللي هو الشرف والعيب والأخلاق، ولكنه في الأخير يحقق مراده السياسي في تكميم المرأة وفي تحجيم المرأة اليمنية، لمعرفته تماما بأن المرأة اليمنية هي من أوصلت صوت اليمنيين إلى العالم، وهي فعلا من تجيد أدوات السياسة ومن تجيد أدوات الدفاع عن الحقوق والحريات. المرأة اليمنية على مستوى عالي من الوعي، فبالتالي تكميمها وتحجيمها وإلصاق تهم الدعارة والشرف هو الطريق الأسهل والأقرب في أن المجتمع يلتف حوله فيما يخص هذه الفكرة. طيب، في ذلك أسأل، أو في هذه النقطة وانطلاقا من هذه النقطة، أسأل السيد لبيب ناشر. السيد ناشر، فيما يتعلق بإيصال صوت هذه المعاناة بداخل يعني بداخل اليمن إلى الخارج، هل كيف تقيم مسألة أن هذه المعاناة لها حقها أو تأخذ حقها من المناصرة، تأخذ حقها من النشر والتبيان في الرأي العام بشكل عام، سواء دوليا أو محليا؟ هل يسكت عن هذه الانتهاكات أم يتم الحديث عنها؟ يعني كمسألة تقييم أتحدث عن. قبل الجواب عن سؤالك أخي الكريم، أريد فقط توضيح نقطة معينة أنا ذكرتها عندما ذكرت أن المرأة مخلوق ضعيف. كنت أتحدث عن الجانب الفيسيولوجي وليس السيكولوجي وليس الذهني. المرأة اليمنية متفوقة جدا في الجانب الذهني، المرأة بشكل عام هي قدراتها الذهنية لا تقل، وقدراتها النفسية وإمكانياتها النفسية لا تقل عن الرجل، ولكن جسديا فيسيولوجيا، وهذا شيء لا يختلف عليه اثنين، فحبيت فقط أوضح هذه النقطة. بالنسبة للجواب عن سؤالك، وأثناء ما سمعت الحديث أو الحوار بينك أنت والأخت هنا، تحدثتم عن المناطق التي واقعة تحت سيطرة الشرعية والإمارات. هناك فرق واضح في هذا الجانب يرتبط تماما بالرد على سؤالك. في المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية هناك منظمات مجتمع مدني تعمل، مسموح لها ومرخص لها تنقل المعاناة، تستطيع أن تصل إلى كل مكان، ليس كل مكان ولكن غالبية الأماكن ومناطق الاحتجاز، بالتوافق أو بالتواصل أو بالتعاون مع المنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة. بينما في داخل المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، عام 2018 و2019 منع الحوثيين تجديد 90% من تراخيص المنظمات الحقوقية التي توثق الانتهاكات، منعها تماما، منع الترخيص، وبالتالي أصبح أي حد يعمل ضمن تلك المنظمات يلاحق من قبل الأجهزة الأمنية الحوثية. ليس فقط لم يصل الأمر إلى تخويف أهل المختطفات وعوائلهم وتهديدهم، ولكن أيضا إلى التهديد بالقتل لكل ناشطة حقوقية
أما الناشطين فلا تتحدث عنهم، لأن أي ناشط يحاول أن يظهر معاناة تلك المختطفات أو المعتقلات فهذا يعتقل مباشرة، ولكن إذا كان هناك ناشطة تحاول أن تصل إلى إحدى تلك المعتقلات أو تبحث عنها أو واحدة من المختطفات فتجد نفس المصير. أولا يسحب ترخيص المنظمة، ثانيا تهدد الناشطة أو الناشطات في داخل تلك المنظمة، ويصل الأمر إلى أن كثير منها معتقل مؤخرا. ففي ظل عدم تجديد التراخيص، في ظل عدم وجود حماية لمن يسجل ويوثق تلك الجرائم، لن يسمع أحد صوت الضحايا. حاولنا تواصلت مع بعض المنظمات الحقوقية، حاولنا أن نوجد بعض القنوات الآمنة لكي يصل الصوت أو صوت تلك الضحايا، أو طالبنا بعض الأهالي أن يعملوا تسجيلات صوتية حتى تحدثوا عن قضاياكم وصلوها عن طريق تلك المنظمة أو هذه المنظمة. هناك خوف شديد، هناك رعب، رعب والله يا أخي رعب، يعني يهدد الأب أنه سيقتل سيسحل هو وأولاده، وأنهم سيفضحوا أسرته وبناته. لما تكون واحدة مختطفة وعندها 4-5 خوات مزوجات ويتتصل السلطة الحوثية بأهلها وأبوها وأمها، يا أخي أصبح الوضع صعب في صنعاء. صوت الضحايا يخنق، وصوت المدافعين عن الضحايا من النساء يخنق، كل ذلك باسم الشرف والعار والعرض. الوضع في صنعاء وفي المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين صعب جدا. نتمنى من الله أن يواصل الناشطين الموجودين الآن على الأرض جهودهم. نحن نقدر ونثمن، وأنا أريد أن أسجل هنا شكر كبير عبر قناتكم لكل ناشط حقوقي وناشطة حقوقية يحاول أن يصل أو يوصل صوت الضحايا الموجودين في داخل الوطن. هم حقيقة يواجهون الخطر ليل نهار، يعلم الله أنهم مهددين ليل نهار بالسجن وبالقتل وبالتشويه، وحتى بعضهم يصل الأمر إلى أنهم يهددوهم بأنه يعني ممكن يرشوا عليه أسيد. طيب إذا ما انتقلنا إلى مسألة أخرى، كيف تنظر سيد ناشر إلى الدور الاجتماعي في موضوع معاناة المرأة خاصة خلال الحرب مرة أخرى؟ هل يضاعف المأساة أم أنه في اليمن يخففها إلى حد ما؟ أعتقد أن السبب الرئيسي هو خوف المجتمع. المجتمع هو المفتاح، الأهل هم المفتاح. لا يمكن لأي منظمة أن تساعد أي ضحية إلا أن تعرف عنها. يجب أن يزيح هذا المجتمع الوهم بالخوف من العار والعرض والشرف. يا أخي المجتمع اليمني مجتمع محافظ بشكل عام، ولكن ليس لدرجة أن يصل الأمر أن تكون يعني الابنة أو الأخت مختطفة أو مخفية لمدة 2-3 شهور والأب لا يعلم عنها شيء، وكلما يروح يسأل عنها يقولوا ابحث عن من تعرفها ابن أو من تعرفهم ابنتك. يجب أن يتحدث الأب، يجب أن يتحدث الأخ، يجب أن يتحدث الزوج لكي يسمع الآخرين، لكي يطالب الآخرين. الحوثة لا يخشون أكثر من الإعلام، ولا يخشون أكثر من العمل الحقوقي. هذا الشيء يضر جدا بسمعتهم في داخل العالم جدا، ولذلك هم يحاولوا أن يكتموا كل الأصوات التي تتحدث في داخل المحافل الدولية عن هذه الجرائم. ولكن هذه الأصوات تريد حقائق، المنظمات الدولية تريد حقائق، تريد توثيق، ولا يمكن أن يحصل التوثيق إن لم يتكلم المجتمع، إن لم يتكلم الأب أو الابن أو الأخ أو الزوج. فالمجتمع، الأسرة، هو المفتاح الرئيسي للوصول إلى حلول في هذه القضايا. شكرا لك سيد لبيب ناشر، الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. بعودة إليك سيد صالح، الآن ما الذي يمكن عمله في سياق أن ينتقل صوت يعني من يعانين في أو من يتلقوا الانتهاكات وترتكب بحقهم الانتهاكات بداخل الأراضي اليمنية إلى الخارج؟ كيف يمكن أن ينقل صوتهم؟ كيف يمكن أن تصل معاناتهم إلى الخارج بشكل أفضل، أو أن يسمع صوتهم سواء في الخارج أو الداخل؟ طيب خلينا أولا نخاطب الداخل، يعني إحنا نراهن على الداخل أكثر. لا أحد يحس بالوجع أكثر من اليمنيين، وليس هناك حل إلا بيد اليمنيين. الآن كيف إحنا ممكن نخفف من الانتهاكات التي تحصل على المرأة؟
نخاطب أولا المجتمع اليمني أنه يجب أن نقف وقفة جادة أمام التلويح بسلاح الشرف وهذه التفاصيل. لن ولم يخول أحد الحوثيين التحدث باسم اليمنيين، لا هو ولا غيره يحق له أن يعلمنا ما هو الشرف وما هي الأخلاق. الحركة برمتها لا تتحلى لا بأخلاق ولا بشرف، ابتداء من المفاهيم وليس انتهاء بإسقاط الدولة اليمنية ومطالبة بحكم اليمنيين بالإجبار وبالقوة وبفوهة البنادق. الحوثيين سلبوا اليمنيين واليمنيات حلمهم في دولة ديمقراطية، دولة المساواة والعدالة، فبالتالي مقاومتهم إن لم تكن ممكنة على الأقل لا يتم إذلالهم عبر اتهام نساء اليمنيات بأقلع الألفاظ. هذا واحد. اثنين، يجب على النساء اليمنيات في الداخل والخارج الاتحاد في وجه هذه المنظومة التي تستهدف المرأة اليمنية. ما يصل إلى المرأة في الداخل سيصل إلى المرأة في الخارج والعكس صحيح. المرأة اليمنية في الأخير هذه هي وجه اليمن الناصع، يجب أن نحافظ عليه. الآن أخاطب النساء اللي في الخارج اللي يتحدثوا أو سكتوا عن جرائم الحوثي، وأقول للنساء اللي ساكتت على جرائم الحوثي أو يبرروا لجرائم الحوثي لأسباب سياسية أو لأسباب سلالية أو لأي أسباب كانت مصلحية قد تكون، يعني أنت كيف تواجهي المجتمع الدولي؟ كيف تواجهي أسرتك؟ كيف تواجهي مجتمعك في الداخل؟ كيف تواجهي نفسك أنت؟ وأنت ترى ماذا يحدث للنساء داخل اليمن؟ يعني أي مرأة تنتقد لها الحق أنها تنتقد، يعني مش بالضرورة كلنا من نؤمن بخرافة السلالة وبخرافة الحق الإلهي في السلطة، مش بالضرورة كلنا إحنا نتقطرن، يعني مش بالضرورة إن إحنا نسكت إذا إنه تم إجبارنا على إنه نؤمن بأمور إحنا لا نؤمن فيها. إذا كان الدين الذي أنتم تتكلموا عنه أعطانا حرية الاعتقاد في الدين، من شاء في اليمن من شاء في يكفر، فما بالكم بتفاصيل الدين، أمور مذهبية وأمور فيما يخص المرأة وأمور فقهية وأمور تفاصيل كثير أخرى. ليس لأحد سواء الحوثيين أو غيرهم الحق في أنهم يجبروا المرأة في أو غير المرأة، ولكن أنا أتحدث الآن باسم المرأة اليمنية. ليس من حق الحوثي أن يمارس علينا الإضطهاد أو يجبرنا فيما نعتقده، تفسيرنا للدين، تفسيرنا للمذهب، تفسيرنا للشرف، تفسيرنا للأخلاق، مش بالضرورة تفسيرك الذي يخدم في الأخير توجهاتك السياسية وأطماعك السياسية والاقتصادية داخل اليمن. نحن نعرف تماما في الأخير الموضوع لا فيه لا دين ولا أخلاق ولا شرف، الموضوع في الأخير ماذا يحقق الحوثيين على المستوى السياسي وكيف يستطيع تكبيل المجتمع اليمني حتى يضمن أن لا يكون هناك أي فرصة لانتفاضة ممكن أن يقوموا بها ضد جماعة انقلبت على الدولة وانقلبت على أحلام اليمنيين وعلى دمائهم. يعني الأحلام هذه لم تكن أحلام مجرد أحلام وردية حلموا بها في مساء ذات يوم، ولكنها أحلام دفعوا من أجلها الدماء سواء كانوا من الرجال أو النساء، ولكن المرأة هي من دفعت الثمن غاليا وهي من يجب أن تستمر في الدفاع عن حقوقها. طيب، يجدر الإشارة الآن لأنه كان من المفترض أن تكون معنا عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان السيدة إشراق فضل من عدن، لكن يبدو هناك صعوبة في الوصول إليها. لكن على كل حال هناك من يتحدث دوما على أن، أو هناك كثير من يتحدثون على أن في هكذا قضايا المرأة عدوة المرأة تكون. إلى أي مدى هذه العبارة دقيقة أو صحيحة أو تتفقين معها في هذا السياق؟ المرأة هي ليست عدوة المرأة ما لم تؤمن بالخرافات
الاستعلاء العرقي أو إنه الأفضلية العرقية أو هذه التفاصيل. للأسف رأينا ناشطات كانوا فعلا مع ثورة 2011 وثورة الثورة المدنية وثورة الحقوق والثورة التي قامت من أجل كل اليمنيين، وما أن انقلب الحوثي حتى أصبح صوتهن من صوته. يعني تستغرب أين ذلك، أين تلك الهامة الحقوقية الكبيرة، وهي أشبه إلى المرأة المتحضرة والمتمدنة، ولكنها في الأخير تؤمن بخرافة أنه من حق الحوثي أن يحكم صنعاء لأسباب كيتو وكيت، يعني أو يحكم اليمن، يعني ليست صنعاء بس. تستغرب يعني للأسف الموضوع حتى ليس على المرأة فقط، حتى على ناشطين آخرين يعني سياسيين كانوا أو كتاب أو شعراء أو كاريكاتورين، رسام كاريكاتورين أو شيء، ما أن بدأ الموضوع يتحدد بما من مع الحوثي ومن ضد الحوثي، هم اصطفوا إلى موضوع الحوثي مع أنهم يعرفوا تماما أن الحوثي حركة رجعية، ولكن للأسف اختاروا لأسباب كثيرة أبسطها وهو ما لم يصحوا عنه أنه هذا هم سلالتي، أو يعني هذه هي الأسرة التي أنضم إليها. يعني في الأخير أنا لا أفرق بينهم، بين من يسكنون في الهند ويعبدون آلهة غريبة مثل البقر، وهو دكتور وهو سياسي كبير، ولكنه في الأخير عندما يأتي إلى موضوع الدين وإلى موضوع المذهب يمسح عقله تماما ويتبع هذه الطائفة أو هذه لأسباب كثيرة. ممكن تكون أنا هذه الأسرة أعطتني نوع من الأفضلية، فبالتالي أنا لازم أدافع عنها. يعني أنا تربيت دائما هكذا بأن أنا لدي الأفضلية، واستدعاء تفاصيل أخرى في الدين تتنافى تماما مع الفكر التقدمي الذي كانوا يتكلموا عنه، وكانوا دائما يلوحوا في أمام الجماعات الدينية الأخرى. الآن أصبحوا ضمن هذه الجماعة الدينية، ولكنهم في منأى من استهداف هذه الجماعة. أنا أمارس حياتي كما أريد، أنا علماني كما أريد، ولكنني في الأخير سلالي وطائفي. هذا الذي حدث، وهذا وهذا ما يحدث للأسف. ولذلك النساء مثل الرجال، عندما تتقاطع المصالح تظهر الوجوه الأخرى للأسف. لكن كنت معولة على أن المرأة هي دائما صانعة سلام، دائما مع الحق، دائما هي المرأة اليمنية ذات شجاعة معروفة. إحنا لسنا مجتمع حديث ونحن طارئين على الحضارة، نحن بلد ذو حضارة ولدينا حضارة يعني فيها مفخرة للمرأة. يعني فللأسف يعني فعلا المرأة فيما يخص عندما تتقاطع هذه المصالح هي فعلا عدوة المرأة. أشكرك سيدة هناء صالح، منسقة منصة بلقيس رايتس، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والانصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.